حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروه بن المغيره بن شعبه يحدث عن المغيره بن شعبه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجه له وان مغيره جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على الخفين